السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم ملابس رائعه في البيجامات. هانتوما كتشوفوا معايا بيجامات روعه ما شاء الله، 3 بياس. كاينين هذا اللون، كاين لون اخر، واللي بغى شي حاجه مرحبا. النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، غادي نخليها لكم على القناه. هذا هو اللون الثاني ديالو اللي هو رائع ما شاء الله، يعني 3 بياس. كاين البودي والسروال، وهذا الشكل كيتلبس من الفوق، يعني موديل رائع ما شاء الله. كاينين حتى البيجامات طوال بحال هذا الشكل، هذا موديلات كلها رائعه واخر ما كاين. كاينين بيجامات طوال بحال هذا الشكل، وكاينين بيجامات بالسروال، كاينين 2 بياس 3 بياس 4 بياس، كاينين يعني 4 بياس كيكونوا بالجوارب او التقشر كما كنقولوا. يعني موديلات رائعه واخر ما كاين، ثمن مناسب. اللي بغى شي حاجه مرحبا، كما قلت لكم النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه. انتم كتشوفوا معايا يعني ما شاء الله رائعين، يعني موديل رائع. كاينين ديال المليفه، هاد الموديلات هادو ديال فصل الشتاء، وكاين الموديلات اللي خفاف ديال الفصل اللي كاين دابا، يعني واخا هكاك راه مازال الحال سخون. يعني موديلات في البيجامات روعه ما شاء الله اخر ما كاين. وما تنساوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم ومع الاصدقاء، يعني اللي بغى شي حاجه مرحبا. كما قلت لكم النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه للثمن روعه ما شاء الله، يعني الثمن جد مناسب لكل سيدة. فضلا منكم وليس أمرا، ما تنساوش تشتركوا عندي في القناة وتضغطوا على زر الاشتراك واللايك باش وصلكم دائما الجديد. يا شريفة سمر، ومرحبا بكم دائما الجديد والحصري على قناتي. أنتم كتشوفوا معايا موديلات رائعة في البيجامات، لا طوال ولا البيجامة اللي كتكون بالسروال، يعني موديلات كلها تحفة. كاينين موديلات ديال المليفة يعني رائعين، وكاين توب اخر، يعني موديلات ما شاء الله. يعني وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان، يعني في هاد الموديلات ديال البيجامات، يعني موديلات رائعه واخر ما كاين. سخان ديال فصل الشتاء، يعني موديلات رائعه. انتم كتشوفوا معايا ما شاء الله. اللي بغى شي حاجه مرحبا. كما قلت لكم النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه للثمن يعني روعه ما شاء الله، ثمن جد مناسب لكل سيده. كاين بيجامات بحال هذا الشكل هذا، يعني بيجامات كيتلبس بحال ما هذا الشكل هذا. كاينين بيجامات طوال، كل وحده وذوقها، والاذواق كتختلف من سيده لسيده او من بنت لبنت. يعني البيجامات روعه كما كيتلبسوا كما هذا الشكل. كاينين بيجامات طوال، كاين بحال هذا الشكل بالبينوار، السروال والبودي ديالو والبينوار، كاين بينوار طويل هذا، وكاين بحال هذا الشكل هذا يعني على حد الركبه كما كتشوفوا معايا. يعني موديلات ما شاء الله اخر ما كاين، موديلات رائعه. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه اللي كاينين في البيجامات دائما الجديد والحصري على قناتي. ومرحبا بكم، انتما كتشوفوا معايا بيجامات يعني في الالوان، الوان رائعه، يعني جميع الموديلات موجوده هنا. يعني كاين كل وحده وشنو يعني اللباس اللي كترتاح فيه. بالنسبه لبيجامات طوال، بيجامات على هذا الشكل، بيجامات بالسروال، يعني كل وحده وموديلها، كل وحده وشكلها. يعني ها انتم كتشوفوا معايا موديلات رائعه، يعني ما شاء الله. بيجامات فيهم جميع الألوان، يعني الألوان كلها ما شاء الله. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش أي حاجة إن شاء الله حطيتها عندي في القناة توصل عندكم نتوما الأولين.
يعني هانتوما كتشوفوا معايا موديلات رائعة، موديلات أنيقة. يعني هاد البيجامة دي فيهم جميع الألوان، والبيجامات كلها يعني فيهم جميع الألوان، ألوان رائعة. اللي باغي يستفسر على أي حاجة مرحبا، النمرة نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناة اللي بغى شي حاجة يتصل. بالنسبة للثمن يعني الثمن جد رائع ومناسب، وانتم معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا الأشكال والألوان اللي عندي هنايا. وما تنساوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم، مع الاصدقاء، يعني مع الاصدقاء اللي هما الصديقات، راه معروفين ماشي الاصدقاء ولاد، راه بنات. يعني بارطاجيو معاهم اللي بغى شي حاجه. كما قلت لكم الثمن مناسب، النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه للثمن يعني رائع، موديلات جديده وانيقه ومميزه كما كتشوفوا معايا، موديلات في الالوان وفي الاشكال. وهانتوما معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان اللي عندي هنايا. كما قلت لكم كاين دو بياس، كاين 3 بياس، كاين 4 بياس، 4 بياس عفوا، اللي هي بالجواريب او لا تقشر كما كنقولوا. يعني موديل رائع وانيق ديال فصل الشتاء اللي هو على الابواب، اللي ما بقى والو ان شاء الله. يعني انتم كتشوفوا معايا موديلات سخن في الالوان وفي الاشكال، موديلات رائعه، موديلات تحفه. كاين هاد الموديلات، هادو كاين 3 بياس كما كتشوفوا معايا، السروال والبودي والبنوار اللي كتلبس من الفوق. يعني موديلات رائعه كلها ما شاء الله، دائما الجديد والحصري على قناتي، وتابونا في لاشين ديالي فضلا وليس امرا. ما تنساوش لايكات، لايكات فضلا وليس امرا. انتو كتشوفوا هاد البيجامه هذه فيها جميع الالوان، الالوان كلها رائعه، الوان جديده ومميزه. وفضلا منكم وليس امرا، ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتضغطوا على زر الاشتراك واللايك، باش دائما ان شاء الله تحفزوني نجيب لكم الجديد والحصري دائما، الجديد على قناتي. انتما كتشوفوا معايا موديلات رائعه في الاشكال وفي الالوان، بيجامات يعني اي موديل بغيتوه مرحبا. كما قلت لكم النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه للثمن يعني الثمن جد رائع ومناسب. انتما كتشوفوا معايا بيجامات كاينين في الالوان، الوان كلها رائعه، جميع الموديلات موجوده هنا. انتما كتشوفوا معايا يعني موديلات روعه ما شاء الله. بالنسبه للثمن يعني الثمن جد رائع ومناسب. وابقوا معايا حتى الاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان. يعني موديلات ما شاء الله، ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كلشي كتشوفوا هنايا على القناه. يعني موديلات روعه ما شاء الله، لا بالنسبه للملابس ديال فصل الصيف ولا الملابس ديال فصل الشتاء، كلهم روعه ما شاء الله، واخر ما كاين دائما الجديد والحصري على قناتي. وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، مع عائلتكم، يعني اللي بغات شي حاجه مرحبا. النمره كما قلت لكم غنخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه اللي بغى شي حاجه تصل. بالنسبه للثمن ثمن جد رائع ومناسب، ثمن جميل جدا.
يعني بيجامات رائعة وفي الألوان. يعني موديلات كلها روعة ما شاء الله. موديلات كاينين، موديلات ديال البيجامات كاينين بحال هذا الشكل، كيكونوا طوال شويه. كاين بيجامه كتكون يعني بيجامه طويله كتلبس طويله، كاين اللي كتلبس بالسروال كيكون قصير، عفوا البودي كيكون قصير شي شويه. يعني كل وحده وذوقها والاذواق كتختلف، وهذاك الاختلاف هو اللي عندي هنايا في القناه. يعني اي حاجه بغيتوها مرحبا، النمره تلقاوها عندي في صندوق الوصف وغتلقاوها في القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل. كما قلت لكم بالنسبه للثمن، يعني الثمن جد رائع ومناسب. انتم كتشوفوا معايا الخضر يعني ملكي رائع، يعني كيهبل. يعني موديلات هنايا كلها روعه ما شاء الله، يعني تحير في الاختيار. موديلات ما شاء الله، موديلات انيقه، موديلات جديده حصريه، موديلات روعه ما شاء الله. يعني موديلات اخر ما كاين، انتم كتشوفوا معايا يعني موديلات في الالوان، يعني موديل رائع. والصراحه الموديلات هنا اللي هنايا كاينه كلها روعه ما شاء الله، موديلات يعني جديده وحصريه. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان اللي كاينين في البيجامات. بيجامات روعه ما شاء الله، وما تمشيو فين، هانتوما معايا حتى لاخر فيديو. اللي بغى شي حاجه مرحبا، كما قلت لكم النمره غتلقاوها في صندوق الوصف وغتلقاوها على القناه. ومرحبا بالجميع. يعني موديلات ما شاء الله، موديلات روعة. وتابوناو في لاشين ديالي باش ان شاء الله اي حاجه حطيتها عندي في القناه توصل عندكم. يعني انتم كتشوفوا معايا موديلات في البيجامات اخر ما كاين، موديلات تحفه، موديلات مميزه، موديلات رائعه، يعني ثمن مناسب. انتما كتشوفوا معايا موديلات ديال المبرة، يعني موديل رائع وانيق، موديلات ما شاء الله. هذا ديال المبرة فيه جميع الالوان. يعني ما شاء الله اخر ما كاين. دائما الجديد والحصري على قناتي. فضلا منكم وليس امرا، ما تنساوش تشتركوا عندي في القناة وتضغطوا على الزر الاشتراك واللايك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي ان شاء الله، وباش تحفزوني باش نزيد القدام، باش ان شاء الله اي حاجة يعني حصرية وجديدة تلقوها عندي على القناة. النمرة كما قلت لكم غتلقوها في صندوق الوصف وغتلقوها على القناة. بالنسبة للثمن، يعني الثمن جد رائع ومناسب، يعني موديلات ما شاء الله، موديلات رائعة.
موديلات كلها يعني تحفة، دائما الجديد والحصري على قناتي. انتما كتشوفوا معايا موديلات روعة، ما تنساوش تبارطاجيو مع عائلتكم ومع الاصدقاء، يعني اللي بغى شي حاجة مرحبا. النمرة غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناة، اللي بغى شي حاجة يتصل. بالنسبة للثمن يعني الثمن جد رائع ومناسب، وهانتم معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا الاشكال والالوان كلها اللي عندي هنايا في القناة، يعني موديلات كلها روعة. هاد اللبسة هذه حتى هي فيها جميع الالوان، الوان كلها رائعة، 3 بياس كما كتشوفوا معايا، يعني موديلات جديدة وحصرية. كاين هاد اللبسة حتى هي يعني 3 بياس، يعني بيجاما ما شاء الله اخر ما كاين. موديلات كلها تحفة، موديلات انيقة، يعني موديلات ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كلشي كتشوفوا هنايا، يعني موديلات اخر ما كاين، موديلات تحفة بالنسبة للثمن، يعني رائع ومناسب. وبقاو معايا حتى الاخر فيديو تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان. كاينة بيجامات خفاف بحال هاد الشكل هذا وبحال هاد الشكل هذا، يعني موديلات روعة ما شاء الله. بيجامات خفاف كل وحدة وذوقها والأذواق كتختلف، يعني وهنايا كاين جميع الموديلات وجميع الشكلات، لا بالنسبة لفصل الصيف ولا بالنسبة لفصل الشتاء، يعني موديلات رائعة. يعني موديلات كلها يعني روعة ما شاء الله، موديلات كلها تحفة. وما تنسونيش من اللايكات فضلا وليس أمرا. انتما كتشوفوا معايا موديلات 3 بياس روعه، يعني بيجامات كاين فيهم جميع الاشكال وجميع الالوان، والالوان كلها يعني تحفه، اشكال رائعه، اشكال مميزه، يعني اشكال تحفه ما شاء الله. ودائما ما ننسوش الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودابا غادي نخليكم فرحت الله ومع تتمه الفيديو وفيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.